الصوفي حقيقة وعالم عامل. ما معنى إن ربي على صراط مستقيم؟ إعانتك لأخيك المسلم تودد، إماطتك الأذى عن الطريق تودد، ولكن السيف المطروح يحتاج إلى ساعد. أتدري ماذا تسأل الله سبحانه؟ إنما تسأل الله سبحانه أن يحبك. وقد وقع اختياري على جمل نستطيع أن نقول هي خلاصة أخلاق هؤلاء الصوفية، جعلها في آخر أو أواخر هذا الكتاب. تريد التوبة؟ أي تريد المحبوبية عند الله تعالى. حتى قال بعضهم مفخما: لو صح أن يقرأ في الصلاة بغير القرآن لقرئ حكم ابن عطاء الله. الصبح بدا من طلعته، والليل دجى من وفرته. قال: طاحت العبارات وفنيت الإشارات، وما نفعتنا إلا ركعات ركعناها في جوف الليل. قراءات رائقات مع الشيخ محمد ياسر القضماني يأتيكم بإذن الله يومياً في الأوقات التالية.